النهارده هنعمل مع بعض باستا بالمشروم لذيذه جدا من غير كريمه، خفيفه كده. ايه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا شويه من الباستا اي نوع بنحبه، عندي هنا انا مستعمل نوعين من المشروم بس ممكن استعمل نوع واحد، عندي مشروم بني ومشروم ابيض، عندي كمان هنا زبده، فصوص ثوم، شويه من الزعتر الفريش، واخيرا جبنه بارميجان وشويه من البقدونس. طيب على طول كده عندي الميه بتاعتي بتغلي، انزل فيها شويه حلوين من الملح. دايما بقول لكم ميه الباستا المفروض لو دقتها تحس انها عامله زي ايه، ميه البحر كده، يبقى ملحها عالي شويه، صغيرين قوي من الملح ده هو اللي بيخش في الاخر في الباستا. على طول انزل الباستا بتاعتي اهي، ونسيبها تاخد السلقه بتاعتها، وكل شويه بس نديها تقليبه كده بسيطه. خلاص طيب، نرفع الطاسه او الوك بتاعنا على النار، هنزل بشويه من زيت الزيتون، شويه صغيرين مش كتير عشان نعرف ايه امتى هي جاهزه. ناخد التوم بتاعنا، نحطه شرايح كده، شرايح زي بعضه مش لازم افرمه قوي. ننزل المشروم طبعا، ايه ما نقلقش، المشروم دايما بنحسه كميه كبيره، اول ما بيبتدي يستوي بيقل جدا. ادي اهو مشروم، وعليه ننزل بشويه من الملح، شويه من فلفل اسود، بص تقليبه كده ظريفه، حلو قوي حلو قوي. ادي التوم عندنا جاهز اهو، نقلب المشروم بتاعنا شويه، بصوا ابتدى اهو يدبل ويقل جدا. نيجي عند المشروم كده، هنزل بشويه الزبده، هنزل بالثوم، وهنزل بالزعتر. نبتدي نقلب المشروم اهو. طيب وعلى طول كده هاخد الباستا، هنزل بيها عليها، هنزل بالجبنة البارميجان، وهاخد حاجة كده بتاع كوباية مية من المية بتاعت الباستا بالنشا اللي فيها كده، هنزل اهو، ندي تقليبة، نسيب الكلام ده بس يتخلط كده مع بعضه، المية دي تغلي شوية، ننزل شوية كمان من البارميجان، هاجي هنا وانزل بشويه من الفلفل الاسود، شويه صغيره قوي من الملح لان البارميزان طبعا حادقه، فمش عايزينها ايه يزيد فيها الملح، ونديها فرصه. هنزل في الاخر شويه من البقدونس، ندي اخر تقليبه،